بعد اجتماع ضم قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من النواب السنة أفضى إلى تجديد قادة الإطار على رسم خارطة طريق للخروج من أزمة الانسداد السياسي. في وقت أكدت مصادر متعددة ضمن الإطار أن المبادرة الجديدة اكتملت وستقدم إلى التيار الصدري خلال يومين فقط. في مقابل ذلك تكشف مصادر أخرى من داخل تحالف إنقاذ وطن عن دراسة التحالف بشكل جدي للإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي خلال المرحلة المقبلة. في حال بقاء الانسداد السياسي والإبقاء على تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تشير هذه المصادر أيضا إلى أن التحالف جهز أرضية لهذا الخيار من خلال عمله على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي سيمكن حكومة الكاظمي بصلاحيات مالية مشابه لقانون الموازنة، كما قد يجري تعديلا شبه كامل على حكومة الكاظمي في حال تم الإبقاء عليها خلال الفترة المقبلة، واختيار وزراء جدد مرشحين حصرا من قبل التحالف الثلاثي. عن هذا الخيار ومبادرة الإطار سنتحدث اليوم في حلقة جديدة من الساعة الأخيرة. أهلا بكم. صوم سياسي مستمر بانتظار تكبيرة الانفراج في ظل استمرار الأزمة السياسية بالمراوحة مكانها، يستمر الإطار التنسيقي في عقد الاجتماعات واللقاءات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل لإنهاء الأزمة. فيما يخص متعلق بالإطار التنسيقي وما زال متمسك بمشاركة التيار الصدري في التشكيلة الحكومية المقبلة، المفاوضات ما زالت جارية على قدم وساق، الكثير من المحاور السياسية والطروحات الآن يحاول الإطار التنسيقي أن يطرحها من أجل تقريب وجهات النظر. حكومة أغلبية وطنية وأما معارضة وطنية. تحركات الإطار لم تصل إلى الحنانة التي أغلقت أبوابها بوجه التوافق السياسي على أقل تقدير خلال مهلة 40 يوما، لتترك الإطار وحلفائه في حيرة من أمرهم مع تماسك وأسرار التحالف الثلاثي على تشكيل حكومة الأغلبية. المرحلة المقبلة قد تختلف عن كل المراحل الماضية بسبب ما حصل في الانتخابات وما حصل من نتائج انتخابات قد أفرزت عملية سياسية جديدة، وخصوصا نحن مقبلين على تشكيل حكومة، والحكومة لابد أن تكون قوية أمام التحديات الاقتصادية والسياسية. مع تصاعد الخلاف بين الإطار والتيار تتزايد المخاوف من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود والرجوع إلى المربع الأول وحل البرلمان. حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام أناقشه مع النائب عن ائتلاف دولة القانون من بغداد السيد بهاء النوري، وكذلك من بغداد أيضا الباحث في الشأن السياسي الدكتور مجاشع التميمي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، أجدد الترحيب بك مجددا أستاذ بهاء النوري، وأبدأ مع جنابك أولا وأقول شنو أصعب خيار وفق ما يراه دولة القانون وفق ما يراه الإطار التنسيقي، أصعب خيار ممكن يواجهه هذين القطبين أمام تشكيل الحكومة وإحنا وصلنا لحالة انسداد ويسعى الجميع للخروج منها؟ بالبدء التحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. طبعا أكيد هو أصعب خيار هو عدم التوافق والبقاء الأمور مثل ما هي موجودة الآن، يعني لا توجد تواصل ولا يوجد حوارات جادة وحقيقية من أجل إنهاء هذه الأزمة. يعني في هذا الوضع يعني إذا لم توجد يعني حلول ولا توجد تواصل حقيقي ومفاوضات وبقاء الوضع كما هو عليه حقيقة، ربما المشهد يذهب بالاتجاه الانسداد التام، يعني وعملية الانسداد التام ربما تضع خيارات أخرى أمام القوى السياسية إن كان الإطار أو التحالف الثلاثي أو أي قوة سياسية أخرى. فدائما الإطار يذهب باتجاه المبادرة وباتجاه حلحلة الوضع وبالاتجاه دعوة الكتل السياسية للحوار والجلوس على طاولة الحوار. فهذا ما يعني يعمل الإطار الآن عليه وبشكل متواصل، ولحد يعني يوم أمس كان أكو اجتماع لقادة الإطار في منزل السيد المالكي، وهذا الكلام هو تداول، يعني يجب أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ويتحاورون من أجل إنهاء هذا الانسداد السياسي والاتفاق
بشكل من الأشكال على شكل الحكومة ونوعية التوافق، وهذه المبادرة التي طرحها الإطار، يعني المبادرة الأخيرة بجلسة إحياء ذكرى تأسيس منظمة بدر اللي حضرها رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية الحالي، رئيس مجلس النواب، شدد السيد العامري على أنه يجب أن يتنازل أحدنا عن الآخر، كلنا أولاد مدرسة محمد الصدر، كلنا إخوة، يجب أن قالها بالعامية، خل نقعد سوية ونتفاهم. شنو نوع التنازلات اللي يدعو لها برأيك السيد العامري اللي بيعتبره قطب من أقطاب الإطار التنسيقي؟ شنو التنازلات بين التيار والإطار؟ أكيد يعني أغلب القوى السياسية هم من أبناء مدرسة محمد باقر الصدر، حقيقة هذه المدرسة الكبيرة التي أنتجت أغلب الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية. فالسيد العامري كان واضح في كلامه، يعني أنا ما أريد أفسر كلامه، لكن كان عملية التنازل وتغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار يجب من هو من يسود المشهد، وليس عدم التواصل وعملية كسر الإرادات وعملية عدم الانسجام. عندما نجلس ونتحدث لدينا مشاكل، نسعى إلى حل هذه المشاكل، نطرح حلول، ربما هذه الحلول تساعد بكثير في إنهاء هذه الأزمة، لكن عدم الجلوس والابتعاد وغلق الباب أمام القوى السياسية الأخرى، هذا ما يولد شيء حقيقة. هذا لا راح يحل أزمة ولا راح يشكل حكومة، لأن الإطار في نفس الوقت الآن عدد الإطار هو بالتزايد أكثر كنواب كعدد، يعني ما ممكن أن تصير حكومة أو وصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إذا مو خلي نشوف شنو سبب من هذه الجلسة بالضبط. خلي نشوف شنو سبب هذا التباعد رغم وجود مبادرات كثيرة، يمكن آخرها مبادرة السيد الحكيم ذات التسع نقاط اللي البعض يقول أيضا سقوفها عالي. دكتور مجاشع التميمي أرحب بك مرة أخرى، سمعت كلام السيد العامري قال خلينا نقعد سوية، يعني هذا البون الشاسع الموجود حاليا بين التيار والإطار ما ممكن يذهب بينا إلى ماديات بعيدة بحجة أنه والله شنو خلينا نشكل كتلة أكبر تتشكل بسهولة، بس شنو المانع من الجلوس سوية؟ شنو هاي نوعية التنازلات حسب ما تقرأها جنابك؟ نعم، شكرا جزيلا سيد عبد الرحمن، تحية لضيفكم السيد النائب المحترم. بالتأكيد يعني إذا نتحدث عن التنازلات فإن التنازلات قد قدمت مبكرا من قبل السيد مقتدى الصدر، وخصوصا يعني مبادرات السيد مقتدى الصدر إلى درجة أنه جاء من الحنانة والتقى بقيادات الإطار التنسيقي في بغداد. وهذه المبادرة لم تكن هي جديدة، وإنما كانت مبادرة قبل الانتخابات حينما قدم السيد مقتدى الصدر مبادرة للقوى السياسية للدخول بالانتخابات، حينما قرر عدم الحضور قدم عفوا عدم المشاركة في الانتخابات، وكان أحد شروطه هو تشكيل حكومة الأغلبية والجميع وافق على ذلك. ربما لم يوافق أو ربما لم يوقع ائتلاف دولة قانون على ذلك على تلك الوثيقة في قبل الانتخابات، لكن بالنتيجة كل القوى ومن ضمنهم كل القوى الشيعية قد وقعت له، لأن الواقع أصبح مريرا وصعبا جدا والدولة تواجه الكثير من المشاكل. لم يكتف التيار الصدري بهذا، بل أن السيد مقتدى الصدر تنازل أيضا وقام بالمبادرة بالاتصال بالسيد نور المالكي، وقد تم يعني حل هذه العقدة التي كانت ربما هي التي تواجه البيت الشيعي، وهي عقدة الخلاف بين التيار الصدري ودولة القانون وحزب الدعوة، وتم تسوية الأمور. والسيد مقتدى الصدر أيضا قدم الكثير من التنازلات، من ضمنها هو موضوع يعني مشاركة الأطراف كبيرة من قبل دولة القانون، ولكن السيد مقتدى الصدر لا يمكن والتيار الصدري لا يمكن أن يتنازل أكثر من هذا ويعود إلى حكومات الفساد أو حكومات المحاصصة السياسية. جنابك كنت تشوف دكتور مجاشع، عذرا عن المداخلة، جنابك كنت تشوف قبل 4 أشهر تقريبا، البارحة كنت أتفرج لك تصريح ومداخلة، كنت ترى أن السيد المالكي عقب في طريق التقارب بين التيار والإطار، هذا رأيك الشخصي، في حين الرجل السيد المالكي يقول يا جماعة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، خلونا نقعد سوية ونصفر الأمور. هي شنية المشكلة؟ الاتفاق على شكل الكتلة الأكبر، الكتلة الأكبر لازم تكون شيعية وتجيب لنا رئيس وزراء، ماكو شيء
غريب بهذا الموضوع، ليش ما يوافق عليه الصدر بعد طرح الكثير من المبادرات حتى من قبل الحكيم الهادئ ومن قبل الوسيط المحبوب العبادي، ما قبل السيد الصدر؟ نعم، أنا حينما تحدثت أكثر من مرة، يعني هي فعلا كانت عقبة كبيرة، عقبة دولة القانون والتيار الصدري وهذا الخلاف، لكن هذا الخلاف تم تسويته بتنازل كبير من قبل السيد الصدر، وقام بالاتصال والحضور والالتقاء بالسيد نور المالكي وتم تسوية هذه الأمور. لكن المشكلة أن السيد مقتدى الصدر هذه المرة مصر، لأن السيد عبد الرحمن مثل ما تعلم أنه إحنا وصلنا إلى للأسف الشديد إلى طريق مسدود، خصوصا انهيار المؤسسة، الخروقات الأمنية. شنو اللي ما يخلي السيد الصدر يوافق على المبادرات الأخيرة؟ إيش بيها مثلا مبادرة التسع نقاط مال الحكمة؟ لا، هذه كلها المبادرات من وجهة نظري الشخصية، وفيما يبدو أن التيار الصدري أصلا لم يرد على هذه المبادرات، لأن في مضمونها هي تعيد نفس التجربة، تجربة مشروع الحكومات يعني التوافقية، وبهذا فهو مخالف تماما مع مشروع التيار الصدري. للأسف القوى السياسية وخصوصا داخل البيت الشيعي لم يقدروا حجم الإحراج الذي ربما سيتواجه التيار الصدري، وخصوصا السيد مقتدى الصدر في حال يعني العزوف والعودة إلى نفس التجارب السابقة. السيد مقتدى الصدر كان صريحا وقال أنا أشكل حكومة أو أنتم تشكلون الحكومة، وهذه طبعا ربما كان أكثر القوى السياسية وضوحا. لكن للأسف إحنا نتحدث بصراحة أن أغلب القوى السياسية يعني إرادتها هي لم تكن إرادة وطنية، ولم تكن بمستوى يعني الدولة العراقية. يعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي أشعر بالإحراج حينما أتجول في شوارع بغداد وأشاهد مدى الانهيار في جميع المؤسسات على المستوى الخدمي التعليمي، فكيف بالسيد مقتدى الصدر وهو يعني رجل حوزوي؟ طيب خلي شوف هذا الرفض كبيرة وبرلمانية، فبالتأكيد هو يشعر بإحراج العودة إلى هذه الحكومات، يشعره بإحراج، ولهذا هو مشروع أغلبية وتغيير. نعم. على خلاف التوافقية كما يرى الصدر وحلفائه. دكتور أستاذ بهاء النوري، خلاص يعني التزموا وصمت التيار الصدري رغم كثرة المبادرات، إذا تسمعني، مبادرات كثيرة تقدم من جنابكم إلى التيار الصدري لكنه يرفض، يقول ماذا يجيبوا للجماعة شيء جديد، وعليه القراءات الحالية تقول الجميع حاليا دا يعول على عامل الوقت، الكل دا يلعب على حبل الوقت، خلي تظل الحكومة حكومة تصريف الأعمال والله يعلم شو يصير باكر عقبه، ممكن يصير تدخل خارجي ويحل لنا الأزمة مثل ما تعودنا. يعني يا حكومة ما صار بيها تدخل خارجي وحلوا لنا اياها من برا، ولا حكومة. هو بس أحب أعلق يعني أجاوب على سؤالك، بس أحب أعلق على الأخ التميمي. يعني أول مرة ما صارت تنازلات يعني ولا صارت مبادرات واضحة وصريحة لحل أزمة. يعني أما عملية مجيء السيد مقتدى إلى بغداد ولقاء بالأخوة في الإطار التنسيقي، يعني هذا ما أعرف السيد التميمي يسميه تنازل مثلا. هم كقادة إطار تنسيقي وقادة الشيعة، وكان اجتماع لقادة الشيعة، فالسيد مقتدى جزء كان من الإطار التنسيقي، فحضوره إلى الاجتماع شيء كلش طبيعي، وطرح وجهة نظره وكانت وجهة نظره محترمة عند الإطار، وهذا اللي صارت قبل المصادقة على الانتخابات. يعني أما عملية الاتصال يعني بالسيد المالكي، كانت طرح اسم رئيس الوزراء اللي هو السيد جعفر الصدر، يعني وافقتوا عليه وقلتوا له للسيد يا سيد مشكلتنا مو يا جعفر الصدر، مشكلتنا يعني ما صار يعني قال صحيح السيد المالكي قال احنا ما عندنا مشكلة بالسيد جعفر الصدر من الشهيد الأول من مؤسس حزبنا، فإحنا في نفس الوقت لكن خلنا نجلس ونتحاور ونتحدث نعلن الكتلة الأكبر شيعيا، وهو ما متعارف عليه يعني باعتبار حق المكون الشيعي. إحنا بالتالي بالإطار التنسيقي ما نقبل يدخل المكون الشيعي اللي هو المكون الأكبر اللي نصف زائد واحد يدخل كمكون أصغر في الحكومة والبرلمان. في هذه الحالة ما يستطيع أن يصوت على قرارات ويعطي قرارات و يقدر يحفظ حقوق المكون، وهذا من ولهذا ولهذا التيار الصدري يقترح تدخلون وياه وتصيرون مكون شيعي وتختارون كالعاده رئيس. فلذلك اقترحوا التيار الصدري بوقتها قالوا يدخل جزء من الاطار حتى لو كان من دوله القانون من الفتح من، لكن الاطار التنسيقي وقاده الاطار التنسيقي كان رايهم واضح وصريح
نحن الإطار التنسيقي، أما أن ندخل مجتمعين ونساهم في القرار السياسي وتشكيل الحكومة أو نخرج إلى المعارضة أو أول مقاطعة، لدينا خيارات إذا لم ندخل في الحكومة. زين. فهذا كل اللي جرى واللي صار. أما الإطار التنسيقي عندما يبادر ويطلق مبادرات ويتحدث عن مبادرات ويقدم تنازلات، هذا يعني ما أعرف يعني شلون جاي يفهمونها الأخوة حتى المحللين. نحن نطلقها ليس من جانب الضعف، أنطيك إنما من جانب أنطيك جزء من التحليل اللي يطلق الإطار التنسيقي. التحليل الصدري، أقول لك الصدري شي يقولون أستاذ بهاء، يقولون التيار يعتب عليكم يقول لك نسوي حلف وطني نتهم بأنه إحنا ندعو لمؤامرات خارجية ونمرر بعض دون آخر، يخسرون الجماعة بالانتخابات يقول لك أكو غش بالانتخابات واستهداف مكون الشيعي، نسوي مبادرات اقتصادية نريد نمشي الدولة يقول لك تجويع الجنوب، من هل يقول لك مما نطلع لدولة القانون للإطار التنسيقي يطلع لنا من زاور ثاني ويتذرع بقضية الكتلة الأكبر، تعالوا يا جماعة ويانا كتلة أكبر ما يجون. لا لا هي مو قضية يعني الكتلة الأكبر خلاص، وإحنا بالنسبة أن في الإطار التنسيقي اليوم دولة القانون لا تتحدث دولة قانون، إنما تتحدث كإطار تنسيقي. نحن في الإطار التنسيقي، قرار الإطار التنسيقي هو قرار واحد وموحد، هاي كذا هاي وحدة. الفقرة الثانية نحن نبحث على أن نشكل الكتلة الأكبر، الكتلة الأكبر شيعيا، ولعلها من أجل الحفاظ على حق المكون، ومن ثم نذهب باختيار رئيس الوزراء، وثم نذهب بإعطاء حقوق المكونات الأخرى، ومن ثم نضع برنامج حكومي ونطرحه على القوى السياسية. زين. اللي يعجبه يجي يشارك بالحكومة. زين. أسألك سؤال وأريد جوابك أستاذ بهاء بصراحة. والمعارضة أريدها في هذه الدورة. حلو. هذا الفضاء. وأريد المعارضة في هذه الدورة تكون معارضة متمكنة. جميل جدا. لديها أدوات المعارضة للمتابعة والمحاسبة عمل الحكومة. الخيار الموجود. فكل هاي المبادرات. عند التيار هو نفسه عندكم أستاذ بهاء. نعم. شلون انتم عندكم شيعة وعندكم سنة وعندكم كرد وحتى مسيحي، يعني احنا ما عندنا مشكلة. اي بس لحظة، لا مو هاي الحجة انه الكتلة الاكبر لازم تخرج من الشيعة، لا باكر عقبة اجوا قنعتوا 40 مستقل وياكم، انشقوا كذا سني من تقدم. نعم. وعزم وجوا وياكم، ما راح تقولوا نفس الحكاية اللي تقولوها حاليا للصدريين؟ لو بس لي الصدريين هي هاي القضية، الفضاء لازم لا فقط لا شيعي لا يطلع منه رئيس وزراء. لا لا انتم هم تسعون لنفس الشيء، هاي تقدر تفكك لي اياها؟ خل اقول لك قضية. اي طبعا انا احنا بالنسبه لنا حتى لو كانوا اللي طلبناه من الاخوه بالتيار الصدري ما قلنا لهم عفوا التحالف مالتكم، قلنا تعالوا نقعد نعلن الكتله الاكبر شيعيا ونختار رئيس الوزراء، واكو قوه سياسيه ربما تكون شيعيه ما تريد تشارك بالحكومه، هاي تروح نمكنها من ادوات الحكومه. زين. ادوات المعارضه. اما نمضي وندخل المكون بهذا الصراع يعني وندخله كمكون أصغر داخل البرلمان ما ممكن. إحنا اليوم بالإطار التنسيقي 88 نائب شيعي داخل الإطار التنسيقي، ما عدا الثبات الوطني قليل من نواب الشيعة. يعني الثبات الوطني أنا أتحدث عن الإطار الشيعي، أما الثبات الوطني أكثر الآن من 48 نائب، هم الضم شيعة وسنة وكورد والضم، لكن نحن نتحدث عن حقوق المكون. قنعوا علينا مستقلين. أن نتفق مع الأخوة الصدريين، قنعوا مستقلين وشكل حكومة وخلاص، ينجبروا. نعم. الصدريين يروحون للمعارضة، هم يقبلون مشكلتهم بعد، هم وربعهم. احنا شوف أستاذ، نحن نعرف جيدا الحكومة إذا ما تجي حكومة توافقية، حكومة قوية تدعم في البرلمان، ما يكتب لها النجاح. جيد. ونعرف جيدا يعني عملية الإقصاء وإجبار الطرف الآخر إلى الذهاب إلى المعارضة، هذا ما راح نجح. هذا هنا سؤال مهم، خليت إيدك على الجرح أستاذ بهاء. شراكة حقيقية. جيد، خليني أسأل على هاي النقطة. العتب الآخر دكتور مجاشع، العتب الإطاري يقول لك يا جماعة أنتوا أخذتوا رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان وحصرتونا بخانة ليك وتقولون تفضلوا للمعارضة، شريد أسوي بالمعارضة؟ أنت دا تشتتني هيك توديني للمعارضة، شو أسوي؟ لا أشوف حتى النواب عندك موجودين، ايش قد يبقى لي بالمعارضة؟ أنا والمستقلين؟ أستاذ عبد الرحمن، هي هذه القضية قضية مرتبطة بالنظام البرلماني، احنا عندما نتحدث عن معارضة ونتحدث عن حكومة موالاة أو أغلبية،
الاغلبيه مو معناها انه نقسم يعني نقسم الوزارات او الرئاسات فيما بينهم. بهذا احنا رجعنا الى نفس الموضوع ونفس المشروع اللي هو موضوع المحاصصه اللي جاء به الاحتلال الامريكي. لكن بالنتيجة إحنا عندما نتحدث أغلبية معناها الأغلبية نفس ما موجود في كل الأنظمة البرلمانية في العالم، أغلبية بمعنى أنها تستطيع أن تسيطر على الحكومة وعلى البرلمان، وهي حصلت أكثر من مرة يعني بأكثر من دولة من دول العالم، يعني حاليا في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في كل هذه الدول البرلمانية، حتى في الدول الأوروبية موجود هذا النظام. يعني بمعنى انت والله انا اخذ رئاسه الوزراء، انت تاخذ رئاسه مجلس النواب، يعني قسمناها، انت راح تاخذ الحكومه. لا، بالنتيجه البرلمان والحكومه هي كلها مؤسسات مترابطه فيما بينها. اذا انت سيطرت على البرلمان بمعنى انت راح تشل الحكومه. هو هذا مشروع الحكومه الاغلبيه، مو مشروع يعني هو واضح بعض قيادات الاطار واغلب قوى الاطار بانه اقصائي. لا، مو اقصائي، هي هاي اللعبه السياسيه، هي هاي اللعبه البرلمانيه. والدليل على انه مقصائي، الصدر مستعد للذهاب للمعارضة، يعني هذا الكلام اللي نسمع، لكن أريد تحليل من جناب هو فعلا الصدر مستعد للذهاب للمعارضة، يعني هاي أريد نطمئن منها. نعم، أكثر هذا الصدر الفائز بالانتخابات واللي تغلب. نعم، المعلومات اللي عندنا بالعكس، المعلومات اللي متوفرة لدينا أن السيد مقتدى الصدر يعني هو يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولكنه غير متحمس. هناك تحديات كبيرة تواجه العراق. يعني من يقول أن حكومة الأغلبية الوطنية أو الحكومة التي مرسوم لها أن تحقق يعني النجاة للعراق وتعبر يعني تعبرهم هذه الأزمة؟ بالعكس، احنا عندنا تحديات كبيرة. انا استغرب يعني هناك الكثير من التزاحم على تشكيل الحكومة. هذه الحكومة المقبلة ستكون حكومة خطيرة جدا وامام تحديات كبيرة، وجميع القوى السياسية بصراحة هي تريد ان تتهرب من المسؤولية، لذا يحاولون قدر المستطاع ان يذهبوا الى حكومة المحاصصة حتى بعد 4 سنوات يقولون الكل مسؤول على هذا الفشل. الفشل يعني ربما سيكون بنسب كبيرة جدا، لأن التحديات كبيرة جدا. لهذا جميع القوى السياسية بما فيهم الإطار التنسيقي. الحد الآن الأمور مو خطيرة، الحمد لله وشكر دكتور مجاشع. الحد الآن حتى لو إحنا فراغ، حتى لو حكومة تصريف أعمال، حتى لو موازنة ماكو، لكن تعرف وين الخوف؟ الخوف من أكبر قطبين بالعراق شيعيين، يعني الإطار وتيار. يا أخي يمتلكون سلاح، ولا تقول لي ما تصير، إن شاء الله يا رب ما تصير، لكن شفناها سابقا، شفناها على مستوى أفراد وعلى مستوى جماعات صارت سابقا. هاي الخوف منها، من يملك السلاح هو الذي يشكل ويستولي على مقادير البلد، هاي معروفة. شلون تقدر تعطيني ضمانات ما تتطور الأمور لهذا المستوى؟ ضمانات شعبية حقيقية؟ لا لا لا، من الصدر أو من الإطار؟ لا توجد أي ضمانات، لا توجد أي ضمانات للأسف الشديد. وهذه واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة. يعني احنا عندنا تحديات كبيرة من ضمنها هو السلاح، انتشار السلاح، وللأسف الشديد خارج سلطة الدولة. هذه واحدة من التحديات وواحدة من النقاط التي قدمها السيد مقتدى الصدر في مشروعه الانتخابي، وهو حريص على أن يكون السلاح منضبط. بعض الناس فسرون أنه السيد مقتدى الصدر يريد القضاء على الحش الشعبي. بالعكس، الحش الشعبي هو مؤسسة بقانون، لكن هناك انتشار كبير للسلاح. هاي هم ما تحتاج بها ضمانات، كل هذه التحديات للإطار اللي جمهوره أكثر بالحشد، اللي جمهوره أكثر يلزم الحدود، أنه أنت ما تتحرش بالحشد، شلون تنطي ضمانات؟ ما يتحرش بالحشد هو أساساً ساد. هو ليش يريد بعض قوى الإطار تدخل معه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية حتى يكون ضمان لقوى الإطار التنسيقية مستقبلاً؟ إحنا المشكلة الأساسية مشكلة ثقة، انعدام الثقة بين القوى السياسية. انعدام الثقة طبعاً يجب أن يكون يعني على مستوى حوار أولا، تسليم بعض اللجان وبعض رئاسات اللجان في البرلمان إلى قوى المعارضة. اثنين، تعديل النظام الداخلي بالنسبة لمجلس النواب. هذا النظام الداخلي لحد هذه اللحظة ما بي أي إشارة إلى موضوع المعارضة، حتى في الدستور لا يوجد هذا الشيء. بحاجة إلى حوار ونقاش بين القوى السياسية، خصوصا بين القوى الإطار والتيار الصدري، لمعرفة حقوق المعارضة، وايضا بعض النقاط التي يعني يشرها الاطار التنسيقي، موضوع مثلا الحش الشعبي، موضوع فتح ملفات فساد يعني متهم بها بعض اطراف الاطار التنسيقي. هذه كلها بحاجه الى حوار. اما ان نعود الى نفس المربع الاول ونقول لا ندخل في حكومه محاصصه سياسيه لنضمن عدم المساس لا بالسلاح ولا بالملفات الفساد الكبرى التي يعني يخشى بعض قوى الإطار التنسيقي من فتحها، هذا الموضوع المفروض كانت هناك تكون
حوارات ونقاشات بين قوى الإطار والتيار جيد. لإعطاء ضمانات وبضمانات حتى وإن كانت بضمانات. أنا راح أرجع وأسألك مرحلة الأخذ والعطاء بالضمانات إيش قد تطول؟ شو وقت راح نشوف جلسة جديدة لمجلس النواب؟ راح أرجع أسألك، لكن خليني أتأكد أيضا من قضية أخرى أستاذ بهاء النوري. قضية السلاح قضية خطيرة، المتطوعين المحبين للحشد الموالين إلى الموجودين أقل شيء، خلينا نقول مو بالمؤسسات الأمنية الجيش الشرطة، لا فقط الموجودين على الحدود اللي يحرسون الحدود اللي داعش ما يقدر يطب إلا اللي أنهم موجودين. بيوم من الأيام نفترض قصة افتراضية، قالوا إحنا تعرضنا للغبن، إحنا عددنا تقريبا وإحنا وجمهورنا 2,800,000، أرجع عوف الحدود وأرجع زعلانين عافوا. هذا اللي سيناريو يودينا. وتدري هذه التصريحات الخطيرة سمعناها قبل 4 أشهر، سمعناها ومن إطاريين بالمناسبة، يقول لك هاي مظلمتي واضحة، هذا حق وباطل. طيب شوف استاذ، خلني اقول لك اياها، احنا ليش يعني حتى من صارت التظاهرات واحتراض جمهور الإطار التنسيقي على قرارات المحكمة، يعني العفو نتائج الانتخابات المفوضية، قرارات المفوضية، فصارت مظاهرات، وهاي المظاهرات كانت سلمية وحدث فيها أشياء يعني بسبب تصرف الحكومة بطريقة غير منصفة مع المتظاهرين السلميين. لكن في نفس الوقت بعد المحكمة ما صادقت على النتائج الانتخابات احترم يعني قادة الإطار التنسيقي قرار المحكمة وذهبوا باتجاه تطبيقه وانتهت هذه التظاهرات. اليوم جمهور الإطار التنسيقي أكثر من 1,600,000 شخص من غير المحبين والمريدين، وأغلب جمهور الإطار التنسيقي هم من الحشد، يعني الحشد الشعبي والقوات الأمنية. بالتالي إحنا قطعا ما نقبل يعني، لكن في نفس الوقت عندما نتحدث عن عملية الإقصاء والمعارضة الإجبارية إحنا ما نقبل. المحبين الحشديين منتجيهم مبادرات حتى يحلوهم أو يحيلوهم للقيادة العامة القوات المسلحة للجيش الشرطة، هم يحسون دي يتصفون بطريقة أو بأخرى، شي يحسون كقيادات وكأفراد إحنا ما نقبل. لا أستاذ، إحنا بالنسبة للحشد مؤسسة حكومية تابعة لرئاسة الوزراء، وهاي المؤسسة عندها قانون. لا نقبل أي رئيس وزراء يجي أو أي شخص مهما كان صفته بالحكومة، هاي تأسست من رحم المرجعية بفتوى مباركة من المرجعية. والحشد الآن ليس كمؤسسة حكومية فقط، إنما هي حالة اجتماعية وشعبوية وتعبوية، هاي موجودة. يعني اليوم ما ممكن واحد يقدر الآن حتى خارج جمهور الحشد يرى بأن الحشد مقدس وأن الحشد هو من حافظ على وحدة العراق، ولهذا أنتم تشترطون العراق مع أخوانه ولهذا جنابكم يمكن تشترطون إذا تريدون نحل الحشد لازم تحلون سرايا السلام، ولازم تحلون البيشمركة، ولازم تحلون أنصار السليمانية الاتحاد الوطني، ولازم تحلون الحشد العسكري. احنا ما نتحدث عن حل مؤسسة حكومية، والحشد مؤسسة حكومية ولديها جمهور داخل الشعب العراقي. فأعتقد اليوم عندما يتحدث الإطار، والحشد هو الآن هو مؤسسة حكومية يعني، فما أعتقد اليوم أي حكومة تجي وما مسموح لأي رئيس وزراء هسه ترتيب قانونه أو تطويره تأهيله أكثر من واجب الحكومة. لكن الذهاب باتجاه إقصائه والذهاب باتجاه مس هذا الكيان المقدس، هذا عندنا خط أحمر ما ممكن التجاوز عليه أبدا. حتى لو دمج بالجيش العراقي الباسل، أكو أعظم من الجيش والشرطة الاتحادية؟ طبعا الجيش العراقي حقيقة جيش قدم وضحى وأعطى الكثير من الشهداء، ونحن نجل ونحترم جيشنا وشرطتنا وأجهزتنا الأمنية مثل ما موجود هناك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وجهاز مكافحة الإرهاب، موجود هناك هيئة الحشد الشعبي، وهذه كلها الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، كلها هاي قواتنا الأمنية، ما نفرق بيناتهم. يعني تقصد اللي يطالب بحل الحشد هو كأنما اللي يطالب بحل الحشد والحشد مؤسسة رسمية، هو كأنما دا يطالب بحل مكافحة الإرهاب، الجيش العراقي، الشرطة الاتحادية. طبعا طبعا، يعني
ما يفرق اليوم الحشد الشعبي عن الدفاع وعن الداخلية وعن مكافحة الإرهاب. هاي مؤسسات حكومية انبنت بأساس. تتوقع هي النقطة الجوهرية وفق قربك ويتحدث عن حل الحشد. أي وفق قربك تتوقع هي هاي النقطة الجوهرية الخلافية بين رفض الصدر للمبادرات، هي هاي النقطة الأساسية؟ لا هو شوف خل أقول لك إياها، أما يعني قضية الحشد وما أعتقد يعني السيد الصدر يذهب بهذا الاتجاه، لأن يعرف جيدا بأن الحشد هو جزء من المؤسسة الأمنية ولديه قانون والعمل بهذه المؤسسة. لكن احنا نعرف جيدا اكو يعني احنا في الاطار التنسيقي نريد نذهب باتجاه حكومه توافقيه، لان الانتخابات شابها عمليه تزوير ومشاكل كثيره وقبلنا بهذه النتائج، فيجب ان نشكل حكومه قويه نستطيع من خلالها نقدم فشيء للمواطن، لان الوضع الملف الاقتصادي والملف الامني يحتاج لتكاتف سياسي حقيقي ويحتاج قوة سياسية داعمة يعني بالبرلمان وبالحكومة من أجل أن تشريع القوانين ودعم الحكومة بتطبيق برنامجها. أيضا يقول لك هاي أيضا شعارات وكذا وسمعناها كثيرا من 2003 لليوم. لا القضية لا قضية مناصب، يقول لك وهي مو لا استاذ بهاي لا تسمع لي، هو شنو عيب هي سبة إذا قضية مناصب؟ لا والله مو عيب. لا لحظة، هي شنو هي مو حصص، هو مو تقاسم سلطة، هي مو ديمقراطية. شنو المشكلة إذا تروحون للسيد الصدر وتقول يابا كذا وكذا وكذا وزارة إنه عادي ما بيها شيء، ليش شنو السنه ما يسووها ابرياء؟ لو الكرد ما يسووها قولوها بصراحه. او اول مره الاستحقاقات الانتخابيه لا هي سبه ولا هي عيب، هاي استحقاق انتخابي. اليوم الاطار التنسيقي عنده جمهور، هذا الجمهور يطلب من الاطار التنسيقي ان يمثله بالحكومه. وهذا الشيء موجود يعني الآن أكثر من 2,600,000 ناخب يباعون على الإطار التنسيقي انتخبوه من أجل أن يمثلهم بالحكومة. مو صحيح؟ إضافة إلى هذا يعني إحنا ما نتحدث إحنا ما نتحدث عن عملية سياسية جديدة حتى يعني هناك يصير كلام. هو التحالف الثلاثي هو جزء من الحكومات من 2003 لحتى، أنت ما جاين بشيء جديد. أنت شنو جاين مثلا بحزب جديد ويريد يأخذ هسه يشكل حكومة ويبدي ويعطي تجربة جديدة؟ هي كل الأحزاب موجودة من الأصل ومتقاسمة، وكل حكومات لهم وزاراتهم ولهم من يمثلهم في الحكومة التنفيذية والتشريعية، فما هو فشيء جديد. بعدين هي كل المكونات مشتركة، ليش يكون الإطار التنسيقي ما يشترك؟ هي يعني أكو أشياء هي عندما تتحدث بها تتحدث عن عملية إقصاء في هذا الكلام. جيد. فلذلك الإطار دائما يكون مبادر رغم عدد نوابه اكثر وعدد جمهوره اكثر من الاخرين. جيد دكتور، دائما يكون مبادر من اجل ان يسوي الامور صحيح ويذهب باتجاه التوافق من اجل حل الازمه. وهو من نادى تنطلق هذه المبادرات؟ فالبعض يعني يفسر ضعف، البعض يتحدث عن الخدمات وعن الفساد. أيه؟ كلها كانت مشتركه. اها دكتور مجاشع، الكل كانت مشتركه بها. اها فهو مو سب يعني التلويح للاطار انه يريدون مناصب، اللي هو منو اللي يريد مناصب؟ يعني تحصصية بالأداء الحكومي. لا بالعكس، إنه شنو المشكلة؟ لا يرجع يطلع لي يطلع مرة الأخرى سيد الصدر يقول لن أتقاسم معهم والانسداد أهون لي. شو يسوون الإطاريين بعد؟ طبعا هم حاروا. لا أبدا، أولا اتهام الإطار التنسيقي بأنه هو يعني صاحب الحصة الأكبر بالفساد، هذه ظلم وكبير، وكل الأطراف السياسية مشاركة بنسب كبيرة، كل الأطراف. لا نقول ان الاطار التنسيقي لديه نسب الفساد والبقيه اخف، لا ابدا، كل الاحزاب والجهات السياسيه والاطراف السياسيه التي شاركت في الحكومات الماضيه هي فاسده، لكن هذه المره نريد احد الاطراف ان يتحمل المسؤوليه حتى بعد 4 سنوات نعود الى محاسبه الطرف الفاسد في هذه المره. حصلت ملفات فساد خطيره في المراحل الماضيه. بعدين السيد مقتدى الصدر هو يعني رجل حوزوي، وهو في سلوكه في اتجاهاته في تصرفاته رجل حوزوي، ويمثل المرجعية ويمثل الشيعة يعني بنسب كبيرة من المكون الشيعي، وهذا ليس بجديد أن تقوم المرجعية والشيعة بضرورة يعني المحاسبة أيضا الإخلاص بعمليات يعني تغيير. أي أنه وهذا الصدر دي عاند الإطاريين على مناصب معينة؟ لا ابدا، هي قضيه مو قضيه عناد استاذ عبد الرحمن، هي قضيه مدخلات ومخرجات. احنا خلال السنوات الماضيه ادخلنا
يعني مدخلات بخصوص حكومات توافقية، وظهر لنا يعني انهيار كبير في المؤسسات، والسيد النائب يعني هو نائب لدورتين وسياسي يعني معروف وكبير، ولعله يذهب إلى أي مؤسسات دولة، وهو غير راضي عن مؤسسات دولة. والآن احنا نتحدث وشمال العراق يقصف، وقبل أيام يعني أربيل قصفت بصواريخ، والأمريكان يقصفون ولا توجد سيادة ولا توجد هيبة للدولة. إذن كل هذا ناتج عن حكومة مشروع سياسي كان مشروع أمريكي. أكو حكومة ماكو ومقر رئيس الوزراء ينقرض، ومطار بغداد الدولي ينقصف. كل هذه الأمور يعني تدفع السيد مقتدر الصدر أن يكون أكثر تصلبا في معالجة الأزمة. يعني ما معقول أن نرجع إلى نفس النقاط. إحنا نتحدث الآن وفي شهر 5 هناك احتمالية عودة التظاهرات، لكن هذه المرة ستكون تظاهرات بشكل كبير، وربما تكون أكثر قوة وأكثر يعني تصلبا من تظاهرات 2019. هذه القوة السياسية يجب أن تأخذها بنظر الاعتبار. إحنا عندنا نسب مجاعة، عندنا نسب فقر، عندنا إحراج، عندنا سوء سمعة للعراق للأسف الشديد في هذه الفترة، انهيار لجميع المؤسسات، وبعد ذلك يعود بعض الأطراف السياسية ليقول دعونا نشكل حكومة أغلبية. لماذا حكومة توافقية؟ لأنهم يدركون جيدا أن يعني وعدتك بسؤال يجب أن تعالج خلال هذه الفترة. قلت أتوقع جنابك توافقية حتى الجميع يتحمل المسؤولية. أنا أقول ليوين راح تستمر هذا الانسداد؟ ليوين راح يأخذنا؟ ليوين السنة، سنة ونص، سنتين، أكثر من الفترة الماضية اللي شفناها؟ لو أقل ممكن أريد أعرف شنو العامل الخارجي. عندنا سفراء اثنين جدد، عندنا آل صادق وعندنا رومانسكي، اثنين نزلوا للسحب الجديد، كل واحد يحمل تحديث الملف بالعراق. احنا للاسف الشديد يعني دائما الفاعل الخارجي هو مؤثر، واحنا كنا نتامل انه خلال هذه الانتخابات وقتال هذه المباحثات الاخيره ان يكون الفاعل الداخلي اكثر، لكن للاسف احنا كنا اكثر رومانسيين. يمكن نتحدث انه الفاعل الخارجي مؤثر جدا، واغلب القوى السياسيه هي يعني مرهونه بقرار خارجي للاسف. وهذه يعني راح نشوف تدخل يعني من رومانسكي وآل صادق بالمستقبل، تأثير ممكن. وللأسف الشديد لا توجد لدينا يعني شخصيات محورية مثل ما كانت السيد جلال طلباني الذي يقوم بتقريب وجهات النظر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. هذه المرة سيكون أمام يعني ربما سفيرين جديدين ورؤية جديدة، والوضع في العراق لا يحتمل. وقلت لك أكو تظاهرات كبيرة، هذه التظاهرات ربما يعني ستكون أعنف من تظاهرات عام 2019. ربما الأحزاب السياسية يمكن المستقلين يرجعون بيضة القبان. أريد كل هذه العوام دور المستقلين. يعني أنت شفت بيان حركة امتداد؟ حتى هم خيبة أمل. أي شفت بيان حركة امتداد إيش قالوا؟ سا عبد الرحمن. اي نعم، احنا عندنا مستقلين وعندنا كتل سياسيه، هاي كتل سياسيه عندها اجنده طبعا، مثل الامتداد وبعض الكتل الصغيره ممكن تكون مؤثره، لكن النواب المستقلين في غالبهم فيما بعد انهم واجهات لاطراف سياسيه، وهم يعني للاسف يعني خيبوا حتى الامال بان يكونوا مؤثرين وبيضه قبان في العمليه السياسيه. زين استاذ بهاء، يعني ما اعرف اللي لمح له اعتقد دكتور مجاشع، مواجهات لقوى سياسية ممكن يستثمرهم يعني الإطار، وهم مو مشكلة حقه يستثمر. يعني قد يطلعون المستقلين أستاذ بها 40 كلهم هم واللي ينتمون والمستقلين حقيقيين، جيبوهم للمستقلين بعدهم فعلا بيضة القبان ويقولون نقدر نحل البرلمان أو راح ندخل. شوف بيانهم الأخير شو يقول: ونظرا لمماطلات الكتل السياسية التي أوصلت العملية السياسية إلى نفق مظلم وتقديم مصالحهم على مصالح الشعب من أجل كذا، فإن حركة امتداد ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الأكبر من أنه أو حل البرلمان. أكو هيك قابلية الامتداد؟ يعني هم بالنسبة باعتبار كتلة امتداد مو مستقلة، يعني أكو فرق بين المستقلين اللي فازوا كأشخاص وبين يعني امتداد كتلة سياسية صارت، يعني مو مستقلين، إنما كتلة سياسية تكون من 9 أشخاص، يعني حالها حال الكتل السياسية الصغيرة يعني الباقية. فالمستقلين لا، يعني مجموعة من المرشحين اللي فازوا بشكل مستقل، وقسم من عندهم يعني لهم رؤية يعني مختلفة حقيقة، هم يشوفون وين مصلحة يعني هم وجمهورهم ويحكمون نفسهم فيذهبون باتجاه يعني وصارت يعني هم يقولون نحل برلمان أو نمشي باتجاه تشكيل الأغلبية، دي يحلمون لو واقعي؟ لا، هي
لا طبعا قطعا تحدث عن حل البرلمان، يعني اليوم عندما نتحدث عن البرلمان وحل البرلمان احنا شفناه بالدورة السابقة، يعني الحل والانتخابات واخراج الجمهور للانتخابات هذه مشاكل كثيرة. بعدين احنا اجينا من انتخابات مبكرة، يعني وترجع تحل البرلمان وتذهب باتجاه انتخابات مبكرة. طبعا هو مو خوفا، انا عندما اتحدث يعني بالنسبة للإطار التنسيقي اذا دخل انتخابات جديدة ومرتب وضعه أكثر، لا أنا أقول لك يتجاوز يصير عدد كبير جدا، يعني نعم. باعتبار عدة 2,600,000 صوت يعني، لكن دخل غير منظم بشكل جيد فأدت إلى هذه النتائج. لكن إحنا ضد حل البرلمان، عملية حل البرلمان والحديث عن حل البرلمان ضدها، هي عملية باعتبار ما راح تجتر غير المشاكل السابقة، بالتالي المواطن زين. يعني كان بودي عدي المزيد، نعم. اقول حل البرلمان هو اجترار للمشاكل السابقه ومو فد شيء تدوير للمشاكل. كان بودي عدي المزيد من الوقت حتى اناقش وياك واسمع رايكم ايضا يعني كدوله قانون بالمستقلين وممكن يعني تستقطبوهم لو لا، بس للاسف الوقت اداركني. الاستاذ بهاء النوري المتحدث باسم ائتلاف دوله القانون، اشكرك جزيل الشكر على تلبيه الدعوه، والشكر موصول ايضا الى دكتور مجاشع التميمي المحلل السياسي، شكرا لك دكتور مجاشع. في ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، حيث قضية الحقوق في العراق والتي تدخلت فيها عوامل خارجية، بين الحين والآخر يتلقى العراق انتقادات لاذعة وتقارير مفصلة من دول متقدمة ومنظمات أممية ودولية، أحيانا للبعض يشكك بها بشأن طبعا حالة حقوق الإنسان في البلاد. وبدل التوجه إلى معالجة مكامن هذا القصور، يتخذ العراق دائما موقف الدفاع، وغالبا ما يكون الدفاع ضعيف الحجة ولا يغطي شواهد انتهاكات حقوق الإنسان منذ سنوات في هذا البلد. تقرير جديد للخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العراق أشار إلى جملة من الانتهاكات، منها وجود عمليات قتل تعسفية وغير قانونية بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة، ووجود حالات اختفاء قسري للمواطنين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. في مقابل ذلك ردت وزارة الخارجية العراقية على التقرير مؤكدة أنه يفتقر إلى الدقة، ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة، بينما أوصت في الوقت نفسه باستمرار الاجتماعات والمتابعات في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن العراق يصنف ضمن الدول شديدة الانتهاك لحقوق الإنسان، وهو يتلقى على الدوام تقارير وانتقادات أممية ودولية بشأن الأوضاع المأساوية فيه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من بغداد عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور أنس العزاوي. أرحب بك أستاذ أنس العزاوي ورمضان كريم عليك. أسألك دكتور، شلون تابعت التقارير الأخيرة بخصوص وضع الحقوق في العراق وتراجع على مدى السنوات الماضية وعدم وجود حقيقة حتى هذه اللحظة حسب هذه المنظمات تطور في هذا المجال، كيف تابعته؟ مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة الدوجة، وسهلا بك. نعم تابعنا بشكل يعني مركز فيما يتعلق بالتقارير الدولية الواردة وما تضمنه تقارير الخارجية الأمريكية الذي كان صادما في كل مفصلياته حقيقة، وفي كل المعلومات التي تناولها والتي أدرجها بشكل كبير فيما يتعلق في العراق، خصوصا إذا ما علمنا أن العراق يعني للمرة الثالثة على التوالي عام 2010 و 2015 ومن ثم 2019 قدم تقارير ضمن آلية التقارير التعاهدية فيما يتعلق بتقرير الاستعراض الدوري الشامل لواقع حقوق الإنسان في العراق. ومع الأسف كانت الملاحظات في 2010 ما يقارب 150، في 2015 ما يقارب 2,250، وآخر تقرير في 2019 ما يقارب 300 ملاحظة دولية قدمت على واقع حقوق الإنسان في العراق. وكان من المتوقع أن تبادر الحكومة العراقية وأجهزتها التنفيذية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتبرير هذه الخروقات أو الانتهاكات أو الدفاع عنها أو معالجة بعض هذه الانتهاكات
وفقا للمعايير الدولية. أي شكل تتخذ هذه الخروقات وفق إرصاداتكم؟ يعني تأخذ أشكال متعددة، بعضها فيما يتعلق بالتعذيب، بعضها في إساءة المعاملة، في بعضها فيما يتعلق بعدم مراعاة المعايير الدنيا لما يتعلق بالسجناء، اكتظاظ السجون، بعض الادعاءات بالاختفاء القسري، اللجان التحقيقية ولجان تقصي حقائق بنتائج غير مكتملة أو سائبة، كل هذه الملاحظات مدرجة أيضا. أضيف إليها فيما يتعلق في 2019 ما يتعلق بانتفاضة تشرين وما تعرض له الكثير من شبابنا من منتفضي ثورة تشرين إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الاضطهاد وإلى التعذيب وإلى الملاحقة وإلى الخطف والاختفاء، وهذه كلها يفترض أن تكون منظمة ومقننة بقوانين وفقا للدستور، المادة 38 من الدستور التي ضمنت الحقوق المدنية والسياسية وضمنت التجمع والتظاهر والتعبير. إذا تجاوب العراق مع هذه الدعاوى التي تنتقد واقع حقوق الإنسان في العراق وتنتقد حتى في دول عديدة من بينها دول جوار العراق، كيف رأيتم تجاوب العراق معها، خصوصا مع رد الخارجية العراقية اللي اطلعت عليها جنابك؟ يعني رد الخارجية العراقية، نعم يعني هو يعني ممتاز انه وزارة الخارجية العراقية تبادر فعليا بلقاء دعوة السفير الأمريكي تولر واللقاء به وتشكيل لجنة متخصصة من كوادر متقدمة من وزارة الخارجية ودائرة حقوق الإنسان والمنظمات لمتابعة مفردات هذا التقرير، لكن مفردات هذا التقرير كان من الممكن تقليل شدتها وتقليل حدتها أو حتى تجاوز الجزء الكبير من هذه الملاحظات إذا ما اهتمت الحكومة العراقية والأجهزة التنفيذية فيها بمعالجة بعض الخلل وبعض المؤشرات التي حددتها التقارير الدولية بدءاً من 2010 انتهاءً ب 2019، يعني من 150 ملاحظة وصولاً في كل حالة في كل بلد من بلدان العالم، حتى الدول غير المتقدمة، حتى الدول النامية، حتى الدول العربية الضعيفة، من يصير أكو خرق بمجال حقوق الإنسان يعني تقلب الدنيا رأساً على عقب، إلا في العراق أصبح الموضوع هامشي، بحيث قضية مثل الانسداد السياسي متعودين عليه إحنا دائماً تأخذ حيز أبعد. يعني هذا الشيء ينطي انطباع على أنه العراق حتى لو قتلوا فيه 600 شخص خلال أشهر قليلة أنه شيء عادي وجرح فيه 3 إلى 4 آلاف شخص. يعني هو هذا من الملاحظ مع الأسف أنه نحن بعد التغيير السياسي في 2003 نتكلم عن نظام ديمقراطي، ونظام الديمقراطي قائم على أساس الحقوق والحريات، وهذا ما ثبت الدستور العراقي في الباب الثاني باب الحقوق والحريات، وأيضا ما نص عليه الدستور في مواده سواء المادة 14 فيما يتعلق بجميع العراقيين المتساوون في الحقوق والواجبات وغيرها من بنود الدستور، لكن مع الأسف الممارسة السياسية لأغلب أنظمة الحكم أو الحكومات المتعاقبة مع الأسف تجاوزت هذا الجانب. قد يكون بعض الحكومات تجاوبت بشكل إيجابي مع مفصلية حقوق الإنسان وذهبنا إلى تشكيل مفوضية عليا لحقوق الإنسان وهيكلنا وزارة حقوق الإنسان حتى نضمن الاستقلالية وبالتالي المراقبة فعليا، لكن حتى هذه المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان الدستورية أيضا عطلت وأيضا دفع باتجاه إيقافها وعرقلتها بعد أن بادرت فعليا بممارسة دورها الأخلاقي والقانوني والدستوري بالنيابة عن الدولة العراقية لغرض الدفع باتجاه تعزيز واقع حقوق الإنسان واستثمار الانفتاح الدولي والمجتمع الدولي على الدولة العراقية، لكن مع الأسف لا زالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بكادرها الفني معطل فعليا، ولا زالت تقارير الانتهاكات لا زالت دولية أكثر حدة من التقارير التي كانت تشخص من قبل كوادر المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفرقها، وبالتالي مع الأسف ننتظر هنا أن ننتظر إجابات جزئية ومعالجات ترقيعية لا تعدو أكثر من الشعارات ومن
التقارير الورقية فعليا. البعض ينظر إلى الانسداد السياسي الحالي أيضا يعمق من هذه الأزمة في العراق، لكن لنفترض أن الانسداد السياسي يعني راح من العراق وصارت حكومة أو بقيت حكومة تصرف أعمال، في فترة سابقة لم يكن هناك انسداد سياسي، وضع الحقوقي في العراق ليس لا يسر أحد، فالقضية فعلا متعلقة بالانسداد السياسي اللي هو أصلا إرادة سياسية لتطوير برنامج حقوق الإنسان في العراق ما موجودة ومعدومة. سيد الفاضل، واقع حقوق الإنسان في العراق وهذه التقارير الدولية وهذه المؤشرات ضمن المعايير الدولية هي معايير تراكمية وليست معايير آنية، وبالتالي ما نتحدث عنه كثير من الملاحظات من 2010 ولحد الآن، يعني من بداية العملية السياسية بعد 2003 ولحد الآن، وهذا الكم الهائل من التوصيات الدولية لم تجد له أذانا صاغية أو لم تعالج وتترجم إلى برامج وسياسات عامة تقوم بها الحكومة التنفيذية أو الأجهزة التنفيذية، سواء كان بالتعديل أو بالاقتراح أو بالاستعارة أو بالتعاون حتى مع المنظمات الدولية. وبالتالي موضوعة يعني الانسداد السياسي هذا نعم هو يشكل حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان كونه يعرقل الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير التي عبر عنها المواطنون العراقيون بانتخابات 2021. وبالتالي حتى مع الادعاء بالانسداد السياسي فهو انتهاك مضاف إلى الانتهاكات السابقة المؤشرة على العملية يعني السياسية. بوجود انسداد سياسي أو عدم وجوده هناك انتهاك صار لحقوق الإنسان في العراق، لكن لا أحد يود الاعتراف به. دكتور أنس العزاوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان المجمدة أو المعطلة، أشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام، نلقاكم غدا في نفس التوقيت.